السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. معاكم سيد حسين عالم أبل التعلم على آيفون. قبل لا نبتدي اضغط زر اللايك واشترك في القناة إذا كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك الجديد. واليوم عندنا يا شباب تحديث رسمي مهم جدا لجميع أجهزة الآيفون، سواء آيفون 6S، آيفون 7، آيفون 7 بلس، آيفون 8، آيفون اكس اكس اس اكس اس ماكس اكس ار 11 برو ماكس ولا اخره، هل جزء كامل. راح يكون هذا التحديث جدا مهم لهذه الاجهزة، وايضا بالنسبة للايفون 5 وايفون 6 ايفون 5 والايفونات اللي قبل الفايف، راح ينزلون لها او نزلوا لها تحديث له 10.3.4. طبعا هذا تحديث مهم للأجهزة علشان بعض الخدمات ما تتعطل عندك، تظل شغالة ويكون ان الجهاز عندك يعني يشتغل الى غاية سنة سنتين وتغيره. على العموم تحديثنا اليوم مهم، ندخل على الاعدادات عام تحديث البرامج. مثل ما تشوفون هذا التحديث مهم، طبعا لا تسألني حدث والله لا، على طول حدث، لان هذا التحديث نزلت له اكثر من 5 بيتات. اللي ما يعرف شنو بيتات، يعني نسخ تجريبية. شنو يعني نسخ تجريبية؟ يعني المطورين ينزلون نسخ تجريبية ويجربونها على اجهزتهم، وخلونا ايضا الناس تجربها، فاذا شافوا التحديث اوكي ينزلونه للجميع والجميع يقدر يحثه. اوكي يا شباب، فاليوم نزل التحديث هذا، والتحديث يتضمن اشياء مميزة وجديدة على الاي او اس 13. اولا نبدأ بحجم التحديث. بالنسبة لي حجمه 580 ميجا، طبعا من جهاز لجهاز اخر يفرق، يعني من الايفون اكسس ماكس يفرق عن الايفون 11، يفرق عن الايباد برو، يفرق عن غير اجهزة. اوكي شباب، وايضا اضافوا خاصية ديب فيجن. طبعا هذه الخاصية لمستخدمين الايفون 11 والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. طبعا شنو فائدة هالخاصية؟ هذه الخاصية راح تلاحظ التصوير، وضوح ايضا في وضوح كبير في التصوير، عند تصويرك البورتري او عند تصويرك التصوير العادي او في حالة التكبير او عمل زوم، خلنا نقول راح تلاحظ تخف معدل التشويش، راح تشوف الصورة بأوضح بشي كبير، وراح تبين عن قبل الفرق الكبير. وأيضا صارت هذا التحديث قام يدعم سماعة الأبل القادمة الجديدة AirPods Pro. طبعا هذه السماعة لحد الآن ما نزلت، وإذا نزلت إن شاء الله راح أسوي لكم مراجعة سريعة عنها، فخلوكم مشتركين يا شباب وفعلوا زر الجرس حق يصلكم كل جديد واي شعارات. فيا شباب التحديث مهم، لا تسألني حدث والله لا احدث والله لا، على طول حدث. طبعا ايضا ضافوا اصلاحات لبعض المشاكل، ان ساعات تدخل الباسورد غلط، التلفون يفتح. طبعا هذه كانت مشكلة جدا كبيرة واجهتني انا شخصيا، واجهت غيري ايضا، وسمعتهم يتكلمون عن هذه المشكلة. وأيضا يا شباب سيري صححوا فيلم لا ماله، وضافوا إلى أشياء كثيرة وأوامر جديدة. فيا شباب أنصح الجميع بالتحديث، نضغط على كلمة تنزيل تثبيت راح يطلب الباسورد الخاص فيكم، راح تدخلونه وراح يبدأ الآيفون بتحميل التحديث، وبعد لحظات راح يطلب منك التثبيت. بعد ما تثبته يا شباب راح تطلع لكم علامة التفاحة، تحتها لودينج الخط باللون الأبيض. إذا خلص هذا الخط راح يشتغل عندك التلفون بشكل طبيعي. وصلنا للختام، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير. شكرا على تفاعلكم المستمر في القناة، وبس يا شباب مع السلامة.